مرحبا بك مسيو. لاباس لاباس. اتمنى نروح. انا احمد النبسي، انا من نبسة ونسكن في جديد، وانا تعرفت على بنية ذي اسمها مها ولبست الخاتم وكل شيء، وعطيتها فلوس وكل شيء، وقلت لها هني من بعد العيد الصغير هذاي باش نعرسوا وباش نكتب من ربي معناتها، ومن بعد قالت لي به، ومن بعد جبدتها بي كسرت البيس وهربت بي. كمشي مشيت. تعرفت عليها مسيو؟ هذه من الفاميلة تقرب لنا هي. تقرب لك هي؟ تقرب من الفاميلة، وجبدت بي وهربت. كمشيت لامها وغاديك واخواتها وكل شيء، قالوا لي ما نعرفهاش وما نعرفش بك، وهرب ويهددوا في هي ولاد عمهم وكل شيء. غاديك من منزبرقيب. هي من العائله نتاعك؟ قريبتنا. هي قريبتنا هي. وانا خطبتها ولبست الخاتم وكل شيء، وهزيت لها الدبش عندي تو فوق العامين انا معاه. وانا باش نحب باش معناتها باش نعرس بها، باش نلم الكتاب من ربي ومش نعرس، باش تلاهي لي بكا الطفله وتوقف معايا وتعاونني وكل شيء. جبدت بي وتتمنك علي من مئة بابا الطفله تبدلت ولت سينا اخرى. شنو هي تتلهي لك بالطفله؟ ما فهمت. معناتها تعاونني توقف معايا باش عندك بنيه انت؟ هي عندي بنيه صغير. انت مطلق مسيو؟ انا مطلقه، وين الحضانه تاع بنتي عندي انا هاي. لا مش نوريك هاي. هاي بنتي. وانا نحب معناتها قلت لها باش تعاوني، وامي مريضه وواحد وعامل العمليه واحد باش توقف معايا وتعاوني وكل شيء. جبدتها بي وتتمنيك علي اول مره هذه معناتها نتعرف عليها، وتمنيت علي وكل شيء. يعني بعد عامين؟ هي. من بعد عامين تمنيت علي، قلت كي مات بابا وتعم نول، مات بابا عملوا فك الكورونا وكل واحد، قلت ما يساش كي مات بابا خان فوتوا العام والسنين عرس وكل شيء، واللي كتب من ربي واللي مروح. تمنيت علي قلت قالت لي وكسرت البيس وطلبت بالتليفون تاع امها تتعلق علي تعمل لي فك لوحدك. معناتها فليس بلوكاج. ها؟ مش ما نجمش ما نتحسش عليه. مشيت لدارهم وتهددوا عليا وقالوا لي راه ما نعرفش به وما عندك حتى شيء عندك. مشيت لعائلتها يعني قابلتها والا لا؟ هي قابلتها وقدامي وتسب فيا وعادي وما عندك ما تعمل له. لكن شنو اللي خليها تتبدل؟ اولاد عمها خدموا لها مخها والناس خدموا لها، وفما الناس خدموا لها مخ عبيد. علاش يخدموا لها في مخها؟ لا والله ما شنو. هكاك وكسلت عليها قالت لك بعد عامين يعني كسلت عليها قالوا لي برشا عباد تتحايل عليه هكاك. هي متحايله؟ هي تتحايل على العباد. كي يجي براني واحد يبدا ما يعرفهمش خاطر ولاد حومتهم يعرفوها، خاطر هم ولاد حومه يعرفوها والبراني ما يعرفوهاش. لكن هي قريبتك كيفاش تتحايل عليك وهي هاي قريب؟ غالب ما هو ندر عليه وكان ندر خير. قلتهاش انت علاش هي معناها تحب تبعد؟ يا اخي ولدت تهدد فيا وتسب فيا. تهدد فيك بشني؟ تهدد فيا بالحاكم وقلت لي برا اشكي وهنا الحاكم ما عندك ما تعمل. الحاكم مع الطفله ما جيش مع الراجل. وانا نحب ناخذ حقي. تحب تاخذ حقك من ناحيه؟ يعني. ناخذ فلوسي ودبشي والخاتم والشركه. وهكا هي خاطر تعب عليها ما لو على بحالي تعب، ونخدم في السواني ونخدم في الدهن وواحد والمطر وواحد، وشي هي تاكل لي حقي حرام عليه. قلت لها اني ترجع لك دبشه وما حبش ترجع لي دبشه، وخو تهدد علي وكسرت البيس ومشى وبدت بيس اخر جديد. حكيت مع عائلتها؟ هي. قالوا لي ما عندك من ما عندي ما نعمل لها برا، امشي تصرف انت وياه برا. اشكي به. شكيت بها؟ مشيت شكيت بها في بنزر. وين وصلت الحكايه؟ وصخ يوصل لهم جواب يقطعوه وما يبعثوليش. عاملين اصحاب ولاد حومتهم في المركز غادي، والحاكم يعطوا فيهم في الفلوس ويعطوا في الرش. خاطر اصحابهم غاديك الاولاد عنده خويا يخدم في البلديه عامل صحبه مع الحاكم ويعطي فيهم ويجيهم جواب يقطعوه. وانا نحب ناخذ حقي. الحكاية معناها عندها عامين يعني مش شوي. ما فهمناش علاش هي بدلت راي. لا أعلم. تعركت أنت وياها؟ تعركتش معاها. لأن هي شوفي أنا وين تسكن، شوفي أنا وين نسكن.
وانا نجي مره في السبت كي نبدا قاعد هاني تكلمني ولا نمشي نقضي له قضيات دبش ولا ناخذ له حاجه ولا معطي ماكل ولا حاجه نهزها له نمشي نطلع عليها ونروح نخدم على روحي هكا هو. وانا وخيتي نحب ناخذ حقي كي مشيت للحاكم قلت له راه مش حطها في الاذاعه وراه هكا وهكا تصويرتها ونهبطها وراه مش ناخذ حقي. قال لي برا امشي ريقل امورك خذ حقك وقال لي الحاكم نحن معاك. قديش عندها من اللي صارت الحكايه وبعدها؟ عندها من رمضان هذا اللي فيه. ومشيت هربت علي. ما حاولتش انه فما شكون يتدخل هكا بالصلح ويرجعوا لك دبشه؟ كلمت العائله كلمت الفاميلا وكلهم كل واحد يقول لي برا امشي تصرف روحك انت خطبتها انت برا امشي ريقل امورك نحن ما ندخلوش في حتى واحد. ما عندناش حتى مشكل احنا ما ندخلوش جم. قلت لي فما شكون قال لك اللي هي متحايله؟ هي تتحايل فما ولاد حومتهم غاد والطفل اللي خطبها من باجه من غاديك وقال لي شكون قبلك خطبها؟ خطبها قبلي انا ووراني في الواحد كيما هكايا وطلبني وحطيت فيها النوم والتليفون نتاعي وطلبني قال لي احمد قال لي راهي الطفله هذه راهي تحايلت عليه 40 مليون. الفلوس قداش كل عندي مليون و700 عطيه خلف الذهب وخلف الذهب كل معناتها الخاتم 400 راه ماخذ وخلف الذهب وخلف الخاتم وخلف الدبش كل قداش يوصل مليون و700 كل مليون و700 الدبش بكل معناتها قضيه كامله معناتها بالخاتم كل شيء كل شيء كل شيء الخاتم كل شيء بالقضيه اللي لازم هزيت حتى كي لبست الخاتم هزينا خبز القط وهزينا اختي وكريت الكرهبة ومشينا العائله ومرت خويا وكل شيء وفي الاخر تمنكت علي وانا نحب ناخذ حقي نحب انا ناخذ حقي بخلاف الراجل اللي طلبك فما رجال اخرين معناها تحايلت عليهم ولا برشا 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 ما حبوش يقولوا اليوم برشا عبيد برشا تتحايل عليها من تونس من منوبة من بنزرت من بيجة من جندوبة برشا برشا وانا نحب ناخذ حقيا وانت من الناس هكا ردوا بالكم على روحكم وقول لك الطفلة هذه راهي متحايلة راهو ردوا بالكم اي باش تعرفوا عليها ردوا بالكم على روحكم راهي تتحايل على عباد الناس الكل على ذلك خاطر ولا كيف نغسل الروح كيف نغسل الخياني خليك كلمة الختام شنو تطلب مسيو؟ أنا نحب ناخذ حقي، أعطيني حقي ويرحم والديك من فوق. شكراً.